برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. ومباراه كبيره، مباراه بتتكتب في تاريخكم كلاعبين. سمعت عن مباراه 6-1، لكن النهارده انت بتعيش كواحد من افراد النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي، وطبعا مباراه كبيره ايضا من حمدي فتحي. استنيه يخلص بقى ويكون موجود معنا في اللقاء. ياسر، مباراه كبيره. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر اللعيبه الرجاله على الاداء اللي عملوه النهارده، اداء رجولي، ما كانش في حد بيبخل بجهد ولا بنقطه عرق الحمد لله النهارده. وقبل الماتش كلنا متكلمين يا جماعه، دايما يعني من قبل ما الدوري ما بيبتدي يا جماعه، اللي بيلعب بيلعب، اللي بيقعد بيقعد، كلنا واحد وكله بيجي عليه الدور وبيلعب يعني. فاحنا كلنا تيم واحد، وفي الاول وفي الاخر المكسب بيعم على الفرقه كلها. فالحمد لله على المكسب النهارده، ودول برده ثلاثه بونت مهمين في مشوار البطوله، خلتنا نحتل دلوقتي المركز الاول. ان شاء الله نقدر نحافظ على الصداره ان شاء الله. عايز تهدي الفوز النهارده لمين؟ وانتوا يعني تغير طريقه اللعب من 4-2-3-1 ل 3-4-3، وبتقدروا تتاقلموا، ودي شخصيه لعيبه النادي الاهلي، تتاقلم مع اي طريقه في الملعب. انا طبعا بهدي الفوز لجمهور النادي الاهلي والاهلي طبعا، فدول صحاب الفضل عليا ومراتي واولادي. فطبعا لسه طبعا طريقه اللعب ديت احنا اتمرنا عليها بدل مره 3-4 مرات. بعد اذنك يا حمدي، بس عايزينها كده. طريقة اللعب ديت متمرنين عليها كذا مرة، بنلعب احنا دلوقتي عندنا طريقتين لعب، بنلعب ب 3-4-3 وبنلعب ب 4-4-2. عايز تقول ايه النجم من نجوم النادي الاهلي في المباراة الأخيرة؟ يعني يا كابتن أيمن، أنا عايز أقدمه بشكل خاص، هو مقل دايما في الظهور معانا على التلفزيون أو في أي وسيلة إعلامية، واحد من نجوم النادي الأهلي حمدي فتحي. في البداية تقول ايه لحمدي فتحي النهارده؟ ده الوحش بتاعنا، ده القلب النابض زي ما بيقولوها. حمدي فتحي من اللعيبة الرجالة قوي، في أي وقت بتحتاجه مساك يلعب، ديفندر بيلعب، بسم الله ما شاء الله عليه. ربنا مش عايزين نحسده يعني، ربنا يا رب يحميه ويديله الصحة كده ويفضل زي ما هو على المستوى ده، ومن تقدم إن شاء الله.